النبي اخوانا الناس اللي ورا والنبي اخوانا بعد اذنك. احنا قلنا ما حدش هياخدش الفرح بعد عم عبده والنبي اخوانا عشان ما نعملش مشاكل. والنبي يا جدعان يا جمال والنبي يا جمال يا جمال لم الناس اللي ورا بعد اذنك يلا عشان نبدا الفترات. النبي اخوانا عم رشدي خد عبد الله. عبد الله يا شمام اقفل الكشك يا رفعت بعد اذنك زي ايه. يلا اخوانا لم بعضينا الواد ده مش كان قصير. صحيح هو ماله طويل كده ليه؟ الواد ده ماله طويل وفجأة ليه بقى شحمة وماله طالع فوق قوي؟ طب ما ينزل تحت لو حد شاف دماغي يا اخوانا ينادي عليها عليها عليها. اصل انا جاتلي فكرة وعايز اقول لها عليها عليها عليها. ارفع هي فين دماغي فين نسيتها امتى وعندي مين؟ هو اللي انا شايفه ده جوب ولا ده يطلع فوتوشوب؟ انا شايف ديناصورات واخدين بعضها على حب. حد يفوقني بسرعة واركب ميكروباص ودماغي لفت بيه والدنيا حر نار. طب ولع نار ولع نار اضرب يا جمال. في يا جمال احنا مش صغيرين يا جمال على كده. يا جمال ارجع لورا يا جمال محدش يجي جنبك اوعى تسلم. سكوت يا اخوانا البطل معاه تليفون. الو معقول ما بتردوش على مامتكم كل ده؟ ايوه. فين فلوس عبد الباري؟ فين فلوس عبد الباري؟ اه الباري ايه العيب واتاري العيب واتاري ايه قطل بقى دماغك. ايوه يا باشا انت هتستعبط يلا. معلش احنا اسفين الموبايلات الخطوط دخلت على بعضيها معلمه وحاجات كده بتحصل غريبه. يلا يا اخوانا اهدى تاني. ايه ده ايه ده التليفون بيرن تاني؟ طب خلاص يا اخوانا هات هات الفلوس. لو ما وصلتليش انا هموت امكم. في ايه؟ ايه؟ الو انت بتقولي ايه يا ست انت؟ دي اخر مره هقولها. الفلوس لو ما وصلتش في خلال 48 ساعه انا هموت امكم والواد اللي معاها. ايه؟ امي في حنه ابتسام اصلا ازاي؟ الو يا خير يا بركه انتوا فين يا عيال؟ ياما ياما دادا يا امك يا لاخرب بيتك. انت بتعملي عندك ايه ياما؟ ومين الواد اللي معاك ده؟ خلوا بالكم من نفسكم مالكوش دعوه بيا. خليكم في نفسكم. يا نهار اسود ماما مقتوله ومخطوفه. لا حول الله يا رب. امكم مخطوفه؟ لا مخطوفه. امك مخطوفه؟ الراجل اللي انت وديته العزبه لعيال تتعلم على وشه هو اللي عارف كل حاجه كده. ايوه طب تعالوا ورايا يا ولاد المخطوفه. يلا معاك يا اما يا ماما.